بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد. اليوم بدينا في وادي العوص مع مجموعة من الأخوة المتطوعين جو من كافة أنحاء منطقة عسير يشاركونا اليوم. مرحبا ألف مشاركين معنا وموجود بذورهم معهم وعارفين الطريقة حقة البذر، وإن شاء الله أنهم يتكسبون الأجر حق 700 سنة قادمة بحول الله. محمد الجهري مشارك معنا ها بعصاتك، مرحبا ألف، الله يحييكم ومرحبا ملايين. وإن شاء الله يبدأون من وادي العوص وننتقل بهذا الفريق وفرق أخرى إلى أنحاء المملكة كلها تشجير. اسمك ايش؟ أصغر مشجر معنا اليوم محمد، والله يحييكم جميعا ومرحبا ملايين، والله لا يهينكم كثر خيركم، الله يحييكم. بسم الله نبدأ على بركة الله، الله يوفق الشباب الفرق كلهم، الله يوفقهم ويبارك فيهم. وراي الأستاذ محمد الجهري ماسك أنا وياها أحد الشعبان، هو في جهة وأنا في جهة، وزي ما قلنا لكم العصا والكيس حق الذر، وجالسين نحفر بطريقة معينة. نأتي يعني على الضفاف الأودية نحفر حفرة معينة ثم نضع فيها بذرة واحدة. البذرة هذه تدفن بمسافة 5 سنتي تقريبا، زي ما تقول الكيس الواحد فيه حول 300 بذرة، تدفن بمسافة 5 سنتي، وبإذن الله مع أقرب مطر راح تزرع وراح تحول الوادي هذا كله إلى غابة سدر. شوف واحدة من السدر هناك. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ في هذا المكان طيب المبارك، نبدأ أول ذر إن شاء الله لهذا الوادي الجميل. بالطبع على بركة الله السدر هذا منتج استراتيجي للمملكة العربية السعودية. هذا الكيس الصغير يحوي 300 بذرة من بذر الأصدار. كل مليون سدرة ستزرع بحول الله ستوفر بما قيمته 2 مليار ريال سعودي عسل، كذلك علاف للمواشي، كذلك يستخرج منها زيوت، يستخرج منها شامبوهات، يستخرج منها أدوية، يستخرج منها مواد كثيرة جدا. في إحصائية معينة وأحصيت أكثر من 50 فائدة طبية وعلمية وبيئية لنبتتنا نبتة السدر. يكفيك أنها تخفض درجة الحرارة بمعادل 10 مكيفات، يكفيك أنها تنقص كمية الغبار من 12000 جزيء إلى 3000 جزيء، يكفيك أن نسبة الأمطار تزداد في المملكة السعودية بنسبة 30%، يكفيك أنها علاف للمواشي، يكفيك أن منتجات النحل أكثر من منتجات 20 منتج للنحل غير العسل. ولذلك نقول هي نبتة استراتيجية لنا ستفتح فرص كبيرة جدا. المنتجات الأخرى الطبية زي الكالسيوم، زي مضادات الاكتئاب، زي البوتاسيوم، زي الزنك، زي منتجات الصوديوم، منتجات الكلور، كلها تستخرج من هذه الشجرة المباركة، إضافة للحطب، إضافة للزروب عن الـ عن الـ عن الأراضي، إضافة لمسك التربة، إضافة لمنع التصحر، إضافة لمنع انجراف التربة، إضافة ملاجئ للطيور، إضافة الجنى قد يجمع ويصنع منه مربيات ويصنع منه عصيرات، إضافة البذرة نفسها تنقل وتطحن. هذه الشجرة المباركة فيها أكثر من 50 فائدة، أكثر من 50 فائدة كاستثمار لنا في ألمع وفي المملكة العربية السعودية. تعيش في السواحل، تعيش في تهامة، تعيش في الأصدار زي ما نحن الآن، تعيش في الجبال، تعيش في الصحاري، تعيش في السهول، تعيش في المناطق الصباخية، في كل مكان في المملكة. إذن هي نبتة استراتيجية للمملكة العربية السعودية ومقاومة البكتيريا والفيروسات والحشرات. ولذلك ننادي وننشد أن ندعم مبادرة المليار سدرة في السعودية التي بدأناها من عسير، وصلنا الآن إلى 18 مليون شجرة ستزرع خلال 10 سنوات قادمة عن طريق 18 محافظة في المنطقة الجنوبية، والخير قادم لكل أنحاء المملكة بحول الله نغطيه بهذه المبادرة الرائعة. وشكرا لك. برضو يعني احنا الحين كل 5 متر نضع بذرة من بذر السدر هذه، كل 5 متر تشطح شجرة، نبتعد عن وسط الوادي، تكون على ضفة الوادي وحول البيوت، تحمي المنازل. زي ما تشايفين أخوان محمد الجهري جاينا من أبها، مساهم معنا ضمن الأخوان المبادرين اللي جونا من ظهران الجنوب واللي جونا من جيزان واللي جونا من أنحاء المملكة، يساهمون معنا اليوم في البداية في تفجير 100,000 بذرة سدر في وادي العوص في رجال ألمع، وإن شاء الله يعقبها كل أودية رجال ألمع وكل محافظات المملكة بهذه الفرق والمتطوعين الذين لا يؤلون جهدا عند طلبهم في أي مكان على مستوى المملكة. من فضل الله مملكتنا عظيمة، مساحاتنا شاسعة، نستطيع أن نوجد نفط جديد وبترول قادم، ألا هو زراعة السدر بحول الله ذي سيغطي أشياء كثيرة جدا بالنسبة لنا. في منتجات من السدر زي التفاح، زي الكمثرى، تستطيع أن تطعمها حتى بالعناب، تستطيع أن تطعمها بنباتات كثيرة جدا فتصبح مثمرة وتصبح أعلاف وتصبح أكل وتصبح طعام وتصبح عسل. والله بالنسبة للشجرة هذه شجرة مباركة، والهدف الحمد لله كبير، والهدف للأجيال القادمة ونستفيد منها حتى احنا. الأرض هذه ما هي أرضي ولا أرض أبويا ولا أرض جدي، ولكني أنا مؤمن أن أجرها بيوصل لي. جزاك الله خير. ويوصل لأولادي. جزاك الله خير. وهذا المسلم زي كذا. أي نعم، فما لي فيها أي مصلحة،
الا نشر الوعي وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير، وان شاء الله تجدها في نفسك وفي ولدك وفي اولادك وفي المستقبل كله، وهذه بلدنا كلنا. ما يحتاج. وبلدنا يستاهل. ما يحتاج. الله يوفقك، ولن يبني البلاد الا اهلها، وزي ما انتم الان قاعدين نبنيها ونزرع لاولادنا والاجيال القادمه واعلاف وتفيدنا كلنا. احنا في تصحر.